في معك 24 ساعة بس، 24 ساعة. أنت طلعتي مستخفة فيني كتير، بس أنا شخص ماكر وخطير كتير، وبتعرفي ماضيي. أنت أكيد سمعاني باسم مونا باندي. هذا الزلمة قتل 37 شخص بيوم واحد وضرب رقم قياسي. وإذا بتتذكري القاضي حكم عليه مؤبد، بس أنا قدرت أنقذه لما يخسر حياته، وبالإضافة لهالشي طلعته براءة. طبعاً هذا الشخص إذا أنا بأشر بأصبعتي بيجي بيقتلك بدم بارد. ولعلمك أنا يلي لقيت الطريقة لنخلي ماهي شلوترا يوقع على الوراق يلي مع بريدفي. وطبعاً ما رح قلك كيف خلينا يوقعون. لهيك إذا كانت قصتك حلوة ومحبوكة منيح، قصتي أحلى بكتير وحابكها بإيدي. وإذا أنت ذكية شوي، أنا أذكى وأوعى، وكمان أنا شخص خطير. صح أنا قلت لك صفاتي، بس ما قلت لك على الشغلات يلي معي، وطبعاً أنت لهلأ ما انتبهت على شيء. هذا الألم فكره عادي؟ لا تطمن، هذا الألم مو للكتابة، لأنه مانو ألم، هاي كاميرا. وكل شي حكيته هلأ تسجل عليها، ومن وقت فتت على البيت فاتحة التسجيل صوت وصورة. انت من شوي هددتني بالقتل صح؟ وقاعد عم تستغل القانون وتلعب فيه على كيفك، والأهم من كل هاد انك اعترفت بجرائمك البشعة. كل شي تسجل على هالكاميرا الصغيرة، وانا رح ورجي التسجيل لمحامي بعرفه منيح وعنده نزاهة مو مثلك، لانه في كتير محامين في عندهم نزاهة واخلاق بهالبلد، بيوقفوا مع الحق وبيدافعوا عنه. وقت حدا فيهم بيشوف هذا الفيديو، أول شيء هنن رح يشتكوا عليك لنقابة المحاميين، ووقتها هنن رح يوقفوك عن مزاولة المهنة للأبد. بهالحالة شو رح تعمل؟ أنت شو بتسوى من غير مهنتك؟ قلي وقتها شو رح يكون موقفك؟ شو بدك تعمل بباقي حياتك؟ أنا متأكدة إنك رح تتدمر، رح تخسر كل شيء بنيته لهلأ، كل شيء. ما بنصحك تحاول.